صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟ المراد بالمحكم والمتشابه في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هي التي لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، واضحة المعنى. والمتشابه هو الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره، إلى المحكم، يرد إلى المحكم فيفسره. نعم.